أستاذ خالد الناصر. طيب المتحدث باسم نادي الاتفاق السعودي أستاذ خالد، أهلا بيك، منور اللعيب على ام بي سي مصر. بيك أستاذ مهيب وبجميع المشاهدين والمشاهدات معكم. مبروك أزارو. الله يبارك فيك. أنا سامع إن في لعيبة مصريين في الطريق. والله الأخبار عندك أنت أكثر مني. لا يعني عندي كده كم معلومة إن نادي الاتفاق مش هيقف على ضم أزارو بس، في بعض اللعيبة المصريين هيكونوا في الاتفاق في الموسم القادم. والله احنا نشوف اللعيبه المصريين دائما في عيوننا، ودائما اللعيبه المصريين يعني اضافه مميزه لنادي الاتفاق او للدوري السعودي طبعا، لكن حاليا نادي الاتفاق يعني مكتمل العناصر السعوديه، فاعتقد باذن الله في المواسم القادمه ان شاء الله يعني نادي الاتفاق شهر واحد مش القادم ولا حاجه، في شهر واحد ممكن الفتره قريبه، وكل شيء جايز وكل شيء ممكن يكون، نتمنى حقيقه كل التوفيق لل يعني نادي الاتفاق وايضا النجوم المتميزين في مصر ان شاء الله. طيب بقى لنا يومين ثلاثه بنقول خلاص ازاروا في الاتفاق، اللي يعني اخر الموضوع الكام يوم اللي فاتوا دولت. والله احنا دائما في نادي الاتفاق حريصين جدا على الاعلان الرسمي بعد اكتمال دائما كل الاجراءات بشكل واضح والتوقيع بشكل رسمي، لما يتم الامر بشكل كامل مثل ما كان اليوم في مؤتمر واضح بوجود جميع الاعلاميين تم التوقيع. لاعب قدم إلى الدمام قبل يومين، لكن حسب البروتوكولات الأخيرة الآن يجب على اللاعب أن يخضع إلى حجر أو عزل لمدة يومين، وبعدها يتم يعني عمل الفحوصات الكاملة ويتم التوقيع والإعلان وأيضا دخوله في التدريبات، فبالتالي كان هذا المعتمد في البروتوكول، تم اليوم يعني التوقيع بشكل كامل بحضور صحفيين، كان بالتزامن أيضا مع التوقيع مع الراعي الرئيسي لنادي الاتفاق اللي هي تطبيق المطار، وكذلك ايضا كان المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه الاتفاق مع الاتحاد اللي راح تكون ان شاء الله يوم الاحد القادم. استاذ خالد ممكن حضرتك تقول لنا تفاصيل الصفقه؟ والله التفاصيل الصفقه احنا دائما يعني بشكل كامل احنا نتكلم بشكل عمومي، ما ودي الدخول بالتفاصيل الدقيقه للصفقه، لكن اللي ودي اقوله بشكل يعني مختصر او مقتضب بان اللاعب الان التوقيع مع اللاعب لمده موسمين مع قابليه التجديد لموسم ثالث. طبعا تم الاتفاق او شراء عقد اللاعب من الفتره المتبقيه من النادي الاهلي، واكيد احنا نشكر النادي الاهلي واداره النادي الاهلي على احترافيه الموجوده في النادي، ومثل ما كان في المؤتمر ايضا اللاعب يعني يشكر اداره النادي الاهلي وايضا يشكر اللاعبين وجميع والاداريين وجماهير النادي الاهلي. اكيد علاقه لاعب مع نادي كبير وبحجم النادي الاهلي كانت علاقه مميزه وعلاقه جميله، وايضا علاقه النادي الاتفاق بالنادي الاهلي علاقه ايضا جيده وبالجماهير المصريه، ونتمنى ان شاء الله جماهير النادي الاهلي تكون او يكون الاتفاق هو ناديها في الدوري السعودي خلال متابعتها للدوري السعودي. الاهم من صفقه الكلام اللي حضرتك قلته العلاقه ما بين النادي الاهلي والانديه السعوديه وبالاخص نادي الاتفاق، يعني بتبين سير الصفقه ان هي علاقه وطيده وعلاقه يعني اعتقد اكثر من رائعه. الحمد لله دائما علاقة نادي الاتفاق سواء بالأندية السعودية أو الأندية المصرية أو جميع الأندية العربية، علاقة إدارة نادي الاتفاق دائما حريصة على أن تكون على مستوى واحد مع جميع الإدارات، علاقة احترافية مهنية وأيضا علاقة ودية، نقدر الجميع حقيقة في جميع إدارات الأندية على يعني عملهم وعلى ما يقدمونه، ونعتقد بأن العمل الاحترافي والعمل المهني هو في الأخير ما يصب بصالح الكرة العربية بشكل عام. أستاذ خالد أنا بشكرك وبالتوفيق للاتفاق، وإن شاء الله بنتمنى المنافسة ليكوا بقى وتعملوا موسم أكتر من رائع، وأنتوا نادي كبير واسم كبير ودايما بنسعد بيه في الدوري السعودي. كثير عارفين بأنه هو أول نادي حقق بطولة خارجية للمملكة، وأيضا في رصيد العديد من البطولات الخارجية مثل البطولات العربية والخليجية وكذلك الدوري السعودي عدة مرات حققها، ونأمل أو حريصين احنا في إدارة نادي الاتفاق العودة بالنادي إلى المنصات والمنافسة مع بقية الأندية الموجودة، وإن شاء الله الآن بوجود عدد من العناصر المتميزة مثل الآن كابتن وليد أزارو، الحارس الجزائري رايسون بولثي، عدد من العناصر أيضا النجم التونسي نعيم السليتي بالنسبة للعناصر العربية، وايضا من العناصر الاجنبيه مثل فيليب كيش، إليريك سوزا البرازيلي، بالاضافه الى كارول ميتس الاستوني مدافع، عدد من العناصر المميز سليمان دوركارا من السنغال، كل هذه العناصر الاجنبيه بالاضافه للعناصر السعوديه ايضا
شاركت ومثلت المنتخب السعودي، اعتقد بالنادي الاتفاق الان لديه عدد من العناصر الكبيره، وان شاء الله قادم ان شاء الله على المنافسه وعلى تقديم مستوى جيد ان شاء الله والوصول الى مراكز متقدمه في هذا الموسم. ايضا تمنيات حقيقه لكل الفرق العربيه الان مشاركه في دوري ابطال افريقيا، واعتقد ان النصف النهائي لبطوله افريقيا اعتقد بان ايام عصيبه راح تكون لجميع جماهير الانديه العربيه، سواء كان الانديه الاهلي او الزمالك او كذلك الوداد والرجاء، ونحن ايضا متابعين لهذه. هتشجع مين يا فندم؟ استاذ خالد هتشجع مين؟ انا ساكون دبلوماسي واقول لك راح اكون في صف او متوسط بين الجميع، وما راح اقول لك راح اشجع مين. لكن بالتاكيد يعني اتمنى حقيقه بما ان الان صفقتنا مع النادي الاهلي كانت قريبه، النادي الاهلي يكون متوفق ان شاء الله في مباراه قادمه. انا هتشجع الاهلي. طيب في بند في عقد ازارو ان لو حضرتك هتحب تبيعوه لازم يتعرض على النادي الاهلي الاول؟ والله لا بالضبط، احنا كثير من التفاصيل الموجوده في العقد لا احب الحقيقه الدخول فيها. تمام، بس ده من ضمن البنود اللي موجوده. ده دق تماما بين علاقه نادي الاتفاق مع النادي الاهلي، علاقه مميزه وعلاقه جيده وعلى مستوى جيد. تمام تمام استاذ خالد. طبعا الناصر بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله من خلال برنامج اللعيب، ومبروك ازارو لاعب رسمي في نادي الاتفاق.